جيب لكم اليوم شقق لكتشوف الشروط الاساسيه للاستفاده من الدعم المباشر للسكن، ماشي غير هذا الشيء. ثمن العقار ديال اليوم تمام ابتداء من 40 مليون. نزيدوا حاجه اخرى اللي هي مهمه، هي جين بجوج ديال الواجهات، جوج ديال الفرصادات، كيطلعوا على الواجهه اللي هي جنوبيه بمعنى الشمس، وواجهه غربيه شقق مشمشين. وعندك الحق في استغلال المصعد والمرآة ديال السيارات. كنقول لكم سيداتي سادتي، سيبدأ العرض معكم طارق. أجيو نشوفوا هادشي. نبداو على بركة الله الزيارة ديال هاد الشقق ولهاد الميزات العقارية اللي جايب لكم اليوم طارق. نبداو نشوفوا المدخل الرئيسي ولا الباب الرئيسي عندي هو هذا. هنا ملي كندخلوا قدامها كاين هاد البلاصة اللي ممكن تكون صالة مونجي ولا ما يكون فيها بلاكارات مثلا ديال الأحذية. هنا تلقاو عندي الصالون ديالي، صالون اللي هو مغربي، شقة اللي كتواجد اليوم بمدينة مكناس. ومن مدينة مكناس ألقي عليكم أعزائي المشاهدين أجمل تحية وأجمل سلام فين ما كنتو كتشاهديني. شوفوا معايا فين صافي دايرة وبشحال هادشي. هادشي ابتداء من 8 ديال 40 مليون، بما معناه الطبق الرابع حاسبينو ب 40، وبالنسبة للطبق الأول حاسبينو ب 42 مليون. ولربما لربما كنقولها يكون هناك شيء ما من النقاش من التفاوض مع صاحب هذا العقار، فيكفي الاتصال او التواصل على الارقام اللي كتب لكم في الفيديو، وانا رهن الاشاره من اجل زياره ميدانيه. شوفوا معايا غرفه، غرفه كبيره، ما هذه هي الغرفه ديال الوليدات، غرف اللي هما كبار ومشمشين. علاش؟ لان الشقق اللي عندي اليوم جايين بجوج ديال الواجهات. عندي هنا البلاصه فين كدير الثلاجه، عندك بلاكارات كاين الجهه التحتانيه، ونزيدوا عليها بان المطبخ ديالنا ديال اليوم فعندو البالكون ديالو باطلاله اللي هي واسعه، ما قدامك حتى شي حاجه. كنتواجد بكم بمدينه مكناس وبالضبط على مقربه من واحد من الاحياء الجميله بوسط المدينه الا وهو حي رياض الزيتون. ومن لا يعرف حي رياض الزيتون، كل حاجه كتبغيها فهي موجوده على مقربه من هذا الحي فين كاين معايا الغرفه ديالي ديال الوالدين. ففيها كنعتذر اعزائي المشاهدين، هذا الشيء راه مازال في اطار الانجازات النهائيه ديالو. غرفة الوالدين راه بالحمام ديالها واخا، وبالبلاكار ديالها لان سيدنا عمل راه مازال ما وجدش هذا الشيء 100%، كنعتذر، ولكن راه بصح اهميزه. وبحال هاد العروض هادو وفي هاد الموقع هذا قليلين وقليلين بزاف. اللي بغى يشوف هاد العقار فما عليه الاتصال والتواصل معي وانا راه الخدمه. وعندنا نفس العقار من نفس الصنف تقريبا في مساحه اجماليه ديال 100 متر مربع بجوج ديال الواجهات بثمن ديال 45، اما هادو ففيهم مساحه اجماليه تقريبا ديال 85 او 86 متر مربع. كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء في عروض شيقه، عروض ممتعه مع طارق.